انا شخصيا يعني ما زلت يعني لا اتعامل بها لان هي في ذبذبات يعني رايحه وجايه. فانا دلال يعني على الصعيد الشخصي يمكن لو بستثمر فيه بستثمر فيه بشكل بسيط. انا استثمرت نجحت في بعض الصفقات وبعض الصفقات الى الحين احاول ان انجح فيها. طبعا رايي الشخصي ارجح الاستثمار في العملات الرقميه ولكن بشكل مدروس بحيث انك ما تستثمر مبلغ كبير. بيتكوين طاحت لألفين دولار، بيتكوين طقت $50,000. هل استثمرت بهاي العملة أو بأي عملة رقمية؟ مصر البحر المركزي يعني حط له قوانين وحط له مثل ما تقول يعني من نوع الريجليشنز على أساس إنه يعني كيف التعامل بهالعملات الرقمية. بس مع ذلك يعني يعني أنا إذا بتسألني أنا شخصياً فما زلت يعني يالس كأوبزيرفر يعني أشوف هذه. طيب قد تكون يعني هذا المجال للعملات الرقمية هي نتاج عمليات رقمية وبنفت اليوم يعني رائدة بموضوع التحول الرقمي، هل ممكن أن تدخل هذا المجال كاستثمار؟ لا إحنا مثل ما قلت لك يعني إحنا بالنسبة كشركة بنفت ما نتعامل مع كعملة رقمية بذاتها هي نفسها، ولكن تعرف بنفت هي كلش إنه تأسس منصات يعني. بس هذا طبعا سابق أوانه الحين لأن مثل ما قلت لك المخاطر ما زالت يعني عالية وفي ذبذبات يعني نازلة ورايحة فوق. طبعا هاي السؤال جوابه على السعيد الشخصي. طبعا أنا بالنسبة لي بتكون يمكن عملة راح نشوفها في المستقبل، في الوضع الحالي هي من العملات الرقمية اللي البرفورمانس مالها متذبذب بحكم أنها هي ما عندها performance مدتها طويلة، غير لما أنت تستثمر في الستوك أو في الستوك certain market it's been a while في history تقدر تشوف trend تشوف company performance. بيتكوين is not linked to a company performance. فأنا دلال يعني على الصعيد الشخصي يمكن لو بستثمر فيه بستثمر فيه بشكل بسيط على أساس بس أنا أعرف في المستقبل شنو ممكن راح يكون I can build a history. بس هي من الأشياء اللي راح تأخذ لها وايد وقت. بس اليوم قاعدين نحن نشوف اليوم شركات عالمية قاعد تدخل في هاي المجال قاعد تبيع وتشتري في هاي المجال، فأتوقع راح يكون لها مستقبل بس راح يكون على المدى الوايد بعيد. ماركت ستوك لحين هو ثابت والإنفستمنت فيه يكون أضمن. استثمار مبلغ بسيط يعني $1,000 2000 10 100 طبعا هو يعتمد على حسب الريسك أبيتايت مال كل شخص. يمكن شخص يقول مبلغ بسيط $1,000 وفي شخص بسيط يقول $10,000. طبعا على حسب الريسك الشخص اللي ياخذه، بس طبعا مو مليون بحيث اذا خسرهم كامل يكمل حياته عادي. صح بالضبط، ويمكن يربح. عفوا. طبعا انا احد المستثمرين، طبعا انا من المستثمرين الصغار، لكن كريبتو ككريبتو هو عالم جديد يتراولين الشباب في شباب من المستثمرين في العالم يعرفون قيمته. انا استثمرت نجحت في بعض الصفقات وبعض الصفقات إلى الحين أحاول أن أنجح فيها، لكن بشكل عام أقول لكم أن أخذوا احتياطكم. هذا عالم جديد في كمبادرة كاستثمار في فرص واعدة كثيرة، بس احتاطوا ويعني احسبوها عدل قبل لا تأخذون الخطوات الجريئة جدا. خلال السنوات المنصرمة كان طبعاً كان في ارتفاع ونزول وعدد كبير حقق ربح منها، فهي شيء جديد والإنسان إذا شيء جديد عليه ممكن ما يتقبله في البداية، ولكن في ناس تخاطر.